الحمد لله الحنان المنان الموجود بلا مكان، والصلاة والسلام على محمد أجمل إنسان وعلى آله وأصحابه إلى اليوم الذي ينصب فيه الميزان. مشاهدين الأعزاء، نتوقف معا عند قصة ماشطة بنت فرعون. كانت ماشطة بنت فرعون مؤمنة مسلمة تكتم إسلامها، فبينما هي تمشط شعر ابنة فرعون إذ وقع المشط من يدها فقالت بسم الله، فقالت ابنة فرعون أولك إله غير أبي؟ قالت الماشطة ربي وربك ورب أبيك هو الله. فأخبرت بنت فرعون أباها بذلك، فدعا بها وبولدها وقال لها من ربك؟ قالت ربي وربك الله. فأمر فرعون بتنور نحاس فأحمي ليعذبها وأولادها، فقالت لي إليك حاجة. قال ما هي؟ قالت تجمع عظامي وعظام أولادي فتدفنها. فقال فرعون لك ذلك. فأمر بأولادها فألقوا في التنور واحدا واحدا، وكان آخر أولادها صبيا رضيعا، فقال لها اصبري يا أماه فإنك على الحق. ثم ألقيت في التنور مع أولادها رحمها ورحمهم الله تعالى. والآن ننتقل إن شاء الله إلى الكلام عن آسية امرأة فرعون. كانت آسية امرأة فرعون من بني إسرائيل، وقيل كانت من غيرهم، وكانت مؤمنة تكتم إيمانها. وقد دخل عليها ذات يوم فرعون فأخبرها خبر الماشطة، فقالت له آسية زوجته الويل لك، ما أجرأك على الله؟ فقال لها لعلك اعتراك الجنون الذي اعترى الماشطة. فقالت له ما بي جنون، ولكني آمنت بالله تعالى رب العالمين. فأقسم فرعون أنه سيذيقها الموت أو تكفر بإله موسى. فقالت له أما أن أكفر بالله فلا والله. فأمر فرعون الطاغية فمد بين يديها أربعة أوتاد وعذبت حتى ماتت رحمها الله. فلما عاينت الموت قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومعنى عندك أي في المكان المشرف عندك وهو الجنة. واعلم يا أخي المشاهد أن السبيل إلى معرفة النبي المعجزة، فالله سبحانه وتعالى أيد أنبياءه بالمعجزات لتكون دليلا على صدقهم فيما يدعون من أنهم أنبياء وأنهم صادقون في كل ما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، ومعنى بالبينات أي بالمعجزات. وتعريف المعجزة عند العلماء أنها أمر خارق للعادة يأتي على وفق دعوى من ادعوا النبوة سالم من المعارضة بالمثل. فما كان من الأمور عجيبا ولم يكن خارقا للعادة فليس بمعجزة، وكذلك ما كان خارقا للعادة لكنه لم يقترن بدعوى النبوة كالخوارق التي تظهر على أيدي الأولياء أتباع الأنبياء فإنه ليس بمعجزة بل يسمى كرامة. وكذلك ليس من المعجزة ما يستطاع معارضته بالمثل كالسحر، فإن السحر يعارض بسحر مثله. ويفرق بين المعجزة والسحر بأن السحر يعارض بالمثل، بمعنى أن الساحر إذا عمل سحرا يتعجب منه، وقد يأتي ساحر آخر في درجة الساحر الأول أو أقوى منه في ممارسة السحر فيفعل مثل ما فعل الساحر الأول ويعارضه بمثل ما أتى. وأما المعجزة التي يؤيد الله تعالى بها النبي والرسول الذي بعثه للناس
فإنها لا تعارض ولا تقابل بالمثل من قبل المكذبين لهم والمعارضين، لأن النبي لو كان كاذبا في قوله إن الله أرسله لم يأتي بهذا الأمر العجيب الخارق للعادة الذي لم يستطع أحد أن يعارضه بمثل ما أتى به، وتثبت بذلك الحجة على هؤلاء المعارضين لهم والمكذبين. ولا يسع هؤلاء المكذبين إلا الإذعان والتصديق، لأن العقل يوجب تصديق من أتى بمثل هذا الأمر العجيب الخارق للعادة. ومن لم يذعن ويصدق هذا النبي الذي ظهرت على يديه المعجزة بل عانده يعد مهدرا لقيمة البرهان العقلي. فإن قال ملحد وقوع الأمر الخارق للعادة على يد الأنبياء لا يكفي دليلا على صدقهم، لأننا نشاهد كثيرا من الخوارق يتوصل إليها بالسحر والشعوذة واستحضار الجن، فالجواب أن هذه الأشياء تعارض بالمثل، فيعارض ساحر ساحرا بمعنى أنه يأتي بمثل ما أتى به، وهذا بخلاف المعجزة. فهل استطاع أحد من المكذبين المعارضين للأنبياء في عصورهم أو فيما بعد ذلك إلى يومنا هذا أن يأتي بمثل ما أتى به نبي الله صالح عليه السلام من إخراج الناقة وولدها من صخرة صماء حين اقترح عليه قومه ذلك؟ وهل استطاع أحد أن يدخل نارا عظيمة كالنار التي رمي بها إبراهيم حتى إنهم من شدتها لم يستطيعوا أن يرموه فيها إلا بواسطة المنجنيق، ولم تؤثر فيه النار بإحراق جسمه وثوبه؟ وهل استطاع سحرة فرعون الذين جمعهم من جميع أنحاء مملكته أن يقاوموا معجزة موسى عليه السلام من انقلاب عصاه حية حقيقية ابتلعت حبالهم وعصيهم التي خيل للناس الحاضرين أنها حيات تسعى؟ بل لقد غلب السحرة كلهم وعجزوا عن المقاومة ومعارضته بمثل ما أتى، ثم أذعنوا لموسى فآمنوا بالله وبرسوله موسى عليه السلام موقنين كل الإيقان، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فإن قال الملحد إن هذه الحوادث من قبيل الخرافات التي تروى من غير أساس، فالجواب أن هذا من الخبر المتواتر الذي يفيد علما قطعيا وليس من الأخبار التي تحتمل الصدق والكذب كأخبار البلاد والأماكن النائية والملوك الماضية التي تناقلتها الكافة عن الكافة. لذلك يقطع بصحة معجزات وحوادث الأنبياء التي تناقلتها الكافة عن الكافة. واعلموا يا أحبابنا أن الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب، والحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. لما وقع ما وقع من الأمر العظيم وهو انتصار نبي الله موسى عليه السلام على السحرة الذين جمعهم فرعون من أنحاء مملكته، فكان الأمر على خلاف ما أرادوا، وكانت الغلبة والانتصار لموسى عليه السلام في ذلك الموقف الهائل، وأسلم السحرة الذين استنصر بهم فرعون وأتباعه القبط، مما زاد فرعون وأتباعه الكافرين غيظا وحقدا، أخذوا يغرون فرعون ويحرضونه على إيذاء موسى عليه السلام ومن آمن معه لائمين ومنكرين عليه ترك موسى عليه السلام وقومه الذين آمنوا بما جاء به يفسدون على زعمهم في الأرض. فوعدهم فرعون الطاغية أنه سيقتل أبناءهم
ويستحيي نساءهم، أي يسخرهن في خدمته، معتزا بما له عليهم من القهر والغلبة والسلطان. فأخذ يبطش ويفتك ببني إسرائيل الذين آمنوا بموسى عليه السلام وبما جاء به. فعند ذلك ضج بنو إسرائيل بالشكوى مما حاق بهم من الظلم والتعذيب، وأخذوا يشكون ذلك لموسى عليه السلام، فأوصاهم عليه السلام بالصبر وبشرهم بالنصر الأكيد، ووعدهم على ذلك بحسن العاقبة. والله تعالى أعلم وأحكم. ترقبوا في الحلقة القادمة من سلسلة قصص الأنبياء بإذن الله تعالى أخبار الآيات التسع، فتابعونا وإلى اللقاء.